حلقتنا الآن مع أخبار المشاهير، وفيها الفنانة المصرية غادة رجب تحيي حفلا غنائيا في مدينة بوردو الفرنسية، وغادة عبد الرازق تشتري فساتينها من لندن لتصور حكاية حب، إلى جانب أخبار أخرى نتابعها سويا. رزقت النجمة التونسية هند صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد الشريف بطفلتهما الثانية، وأطلقا عليها اسم ليلى. الولادة تمت في إحدى مستشفيات القاهرة، والأم والطفلة بصحة جيدة. يذكر أن لهند صبري فتاة أخرى اسمها علياء، وبسبب الولادة وفترة الراحة التي ستأخذها هند صبري لن تشارك بأي عمل درامي خلال شهر رمضان المقبل. أحيت الفنانة المصرية غادة رجب مؤخراً حفلاً غنائياً على خشبة أحد أبرز المسارح في مدينة بوردو الفرنسية، حضره أفراد من الجالية العربية إلى جانب جمهور تركي وفرنسي. غادة رجب قدمت في هذا الحفل عدداً كبيراً من أغنياتها، وتحديداً من ألبومها الأخير صورتي، كما أطربت الجمهور بباقة من أغاني أم كلثوم ووردة الجزائرية. من جهة ثانية، تم تكريم غادة رجب على تميزها بالغناء في حفل افتتاح مركز يونس أمرا للثقافة التركية في مدينة الإسكندرية. هذا وتتابع غادة رجب العمل على تحضير أغنية جديدة باللغة التركية ستقوم بتسجيلها خلال أيام في اسطنبول لطرحها خلال موسم الصيف. تحت عنوان 10 فساتين جديدة لغادة عبد الرازق من لندن، أورد موقع سيدة نت الخبر التالي: حرصت غادة عبد الرازق على شراء 10 فساتين جديدة من لندن، وذلك لكي تقوم بتصوير بعض المشاهد المتبقية من مسلسل حكاية حياة الذي يتطلب من غادة أن تظهر بشكل أنيق. مسلسل غادة عبد الرازق يعتبر الأكثر إنجازاً في تصوير المشاهد لأنهم يصورون منذ شهرين بشكل كامل، واستطاع مخرج العمل أن ينجز حوالي 60% من المشاهد. الجدير بالذكر أن المسلسل يشارك في بطولته رزان مغربي، أحمد زاهر، ماجد المصري، نجلاء بدر، وإخراج محمد سامي. مشاهدين فاصل ومتابعين معكم فقراتنا، خليكم معنا. سيدتي بعد الفاصل، معرض الأمومة والطفولة يفتح أبواب الأمل أمام المحرومين من الأطفال.